السلام عليكم وإشراقة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لأبنائي وبناتي طلبة الصف الأول تخصص ميكانيكا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا النهاردة، وموضوع حلقتنا عن مادة أجهزة القياس. خدنا في الحلقات اللي قبل كده سنة أولى مراجعة على مادة أجهزة القياس، وقلت إن أنا قسمتها. خدنا أول حلقة مراجعة عن المساطر وعن البراجل، ودي من أدوات القياس المباشر والغير المباشر، المباشر المسطرة والغير المباشر البرجل. وبعد كده خدنا في الحلقات اللي بعد كده خدنا مراجعة على الأدمة ذات الورانية، وعرفنا إن الأدمة ذات الورانية بتقيس لي ثلاث أبعاد مهمين جدا: قياس بعد خارجي وقياس بعد داخلي وقياس أعماق، وإن الأدمة ليها أنواع كتير اتكلمنا عنها في الحلقة اللي قبل كده، وقلنا إن الأنواع دي كل أدمة ببدأ إن أنا أوظفها حسب نوعها. يعني لو أدمة بتقيس عرض الترس، لو أنا بستخدم أو بشتغل على ماكينة الفريزة هستخدم الأدمة اللي بتقيس عرض التروس. طيب لو أنا عندي أدمة مثلا أو عندي عمق أو عندي ارتفاع هقيسها بالأدمة الورانية اللي هي بتقيس الارتفاعات. وخدنا كمان مراجعة على المنقلة أو الزاوية العامة كاستيلا، وقلنا إن من أهم الحاجات اللي موجودة في الزاوية إن هي ليها دقتين: دقة 5 دقايق ودقة 6 دقايق. وعرفنا ازاي بنقرأ على الأدمة وازاي بنقرأ على منقلة القياس أو الزاوية العامة كاستيلا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها أو هنعمل مراجعة فيها على أداتين من أدوات القياس اللي ما بيقولوش أهمية عن الأدمة والمنقلة، وهم إيه؟ هنشوف مع بعض. مراجعة على قوالب القياس والميكرومترية. هنراجع النهاردة على قوالب القياس وعلى الميكرومترات. احنا عارفين ان قوالب القياس احنا خدنا شرحها باستفاضة في حلقة كاملة، وقلنا ان قوالب القياس هي عبارة عن قوالب بتصنع من الفولاذ يعني الحديد، وممكن كمان عمل لها تطور وبقت فيه من السيراميك علشان تستحمل المقاومة او تقاوم لي التآكل اللي بيحدث اثناء التشغيل. وكمان الميكرومتر احنا عارفين ان هو من ادوات القياس المهمة جدا اللي انا ما بستغناش خالص عنه في المعمل او في الورشه، ولا هو ولا الادمه ذات الورانيه في التشغيل يا سنه اولى. نبدا كده حلقه النهارده ونشوف الاسئله مع بعض ازاي، ونبدا نتدرب على اسئله الامتحان. وكمان يا سنه اولى احنا بنشرح حلقه النهارده او الحلقات اللي قبل كده لما تسمعوها هنعمل ايه. انا هبدا انا اشوف ايه مثلا الشرح شغال، هشوف ايه هي الادوات اللي انا مثلا ممكن اكون مش مذاكرها قوي او مش عارفها قوي. لو انا عارف مثلا في الادمة استخدام الادمة وانواع الادمة والدقات بتاعتها بس ما بعرفش اقرا عليها، هبدأ ادرب نفسي واسمع الحلقات واعرف ازاي بقرا على الادمة ذات الورانية. برضو نفس الموضوع في المنقلة او الزاوية العامة كاستيلا، بعرف اقرا عليها كويس جدا وعارف الدقات بتاعتها، بس انا مش عارف ايه هي الاجزاء بتاعتها او ازاي بقدر اقيس بيها. هنبدأ نذاكر او نشوف احنا ناقصنا ايه علشان نلم الدنيا كده قبل الامتحان ان شاء الله. نبدأ كده اول الحلقة ونشوف: ضع علامة صح او خطأ مع تصويب العبارة. دايما ركزي يا سنة اولى ان في صح وغلط، لو قال لي صوب العبارة يبقى لازم اقول التصويب بتاع العبارة ايه، لو قال لي صح وغلط وخلاص خلاص اعمل له صح او خطأ. يستخدم الميكرومتر الخارجي في قياس عمق الثقوب. الميكرومتر الخارجي وانا بستخدمه في قياس عمق الثقوب، ايوه برافو عليكم يا سنة اولى، طبعا غلط يا مس، لانه بيستخدم في قياس الابعاد الخارجية زي اقطار الاسطوانات الملفوف. يستخدم الميكرومتر الداخلي في قياس سمك اللوالب. الداخلي اللي انا المفروض استخدمه في ايه؟ ايوه طبعا الاجابه خطا، لاني بستخدمه في قياس الاقطار الداخليه، مش الداخليه بس، كمان للثقوب. ده انا بستخدمه في ايه كمان؟ بستخدمه، يبقى الميكرومتر الخارجي بستخدمه في قياس الاقطار الخارجيه. طب الميكرومتر الداخلي بستخدمه في قياس الاقطار الداخليه. نركز جدا في اسئله صح وغلط لانها بتلخبط. السؤال اللي بعد كده: تصنع قوالب القياس من النحاس المعامل حراريا. هل قوالب القياس بتصنع من النحاس يا سنه اولى؟ طبعا الاجابه خطا، لانها بتصنع من ايه؟ من الفولاذ المقصى والمعامل حراريا. طب لو جاب لي السؤال تصنع قوالب القياس من السيراميك لانه مقاوم للتآكل، برضو الاجابة صح. تمتاز قوالب القياس، اهو السؤال اهو، تمتاز قوالب القياس المصنوعة من السيراميك بخفة وزنها، انها خفيفة الوزن،
وكمان مقاومتها للتآكل. برافو عليكم يا سنة أولى، طبعا أنا عارفة إن أنتوا هتجاوبوا الإجابة صح. عند فصل قوالب القياس عن بعضها، لما أجي أفصل قوالب القياس عن بعضها تفصل بقوة. احنا متفقين وقايلين ان قوالب القياس من الايه، من ادوات القياس الحساسه جدا. عند فصل قوالب القياس بعد ما بخلص الشغل او التمرين بتاعي وابدا افصل قوالب القياس عن بعض، يتم تركيبها وفصلها بطريقه انزلاقيه. يعني ايه؟ يعني احط القلبين القياس جنب بعض وابدا اعمل ايه سنه اولى، وابدا لو انا هفك اهو ببدا ارفعها بطريقه انزلاقيه. طب لو انا هركبها ابدا ان انا اهو ادخلها بطريقه انزلاقيه على التمرين. يبقى طبعا الاجابه دي ايه سنه اولى؟ شوفها مع بعض، اجابه خطا. اجابه خطا لانه يجب، نشوف كده هنا مع بعض، يجب ان يتم فصل قوالب القياس عن بعضها برفق وبطريقه زي ما احنا قلنا ايه؟ انزلاقيه. اكمل ما ياتي. من مميزات الميكرومتر ايه؟ الميكرومتر ليه عده مميزات يا سنه اولى. ايه هي المميزات دي بقى؟ اول حاجه صغر حجمه، حجمه صغير جدا، بقدر ان انا امسكه وان انا اشتغل بيه او اقيس عليه الابعاد بتاعه التمرين بسهوله. خفيف كمان في وزنه. مدى قياسه مناسب، المدى القياس بتاعه من كام؟ من 0 ل 25، ومن 25 ل 50، ومن 50 ل 75، لحد ما اوصل لايه؟ ل 1000. كمان مدى القياس بتاعه مناسب لانه بيستخدم في المشغولات اللي هي الصغيره، فالمدى بتاعه مناسب للمشغوله اللي انا بقيس بيها. يبقى مميزاته اول حاجه ان هو صغر حجمه، حجمه بسيط وخفيف اقدر ان انا اشيل واقيس بيه. كمان من مميزاته ان مدى القياس بتاعه مناسب. نكمل مع بعض. سهوله استخدامه ورخص ثمنه. ثمنه بيبقى رخيص لانه طبعا هو جهاز بسيط، وكمان استخدامه سهل جدا. انا عن طريق الميكرومتر بمسك الميكرومتر وابدا افتح الجلبه، جلبه القياس، وابدا اشوف المقياس الرئيسي باخده او العدد الصحيح باخده من المقياس الرئيسي، واخد التدريج او الرقم الكسري او العشري من على تدريج الجلبه للميكرومتر. يبقى الميكرومتر بيمتاز بعده مميزات، ان هو رخيص الثمن، ان هو مدى القياس بتاعه مناسب، ان هو الحجم بتاعه صغير وسهل عن طريقه اقدر ان انا اقيس بسهوله. يحتوي الميكرومتر على نقط يدار داخل جلبه، وبيتصل العمود من الخارج بجلبه اخرى مقسمه محيطها لايه؟ نشوف كده الاجابه. يبقى يحتوي الميكرومتر على عمود مقلوز. العمود ده فين يا سنه اولى؟ اللي هو بيربط لي الجلبه بالمقياس الرئيسي داخل الجلبه عشان يخلي لي اتصال او يوصلها لي بالمقياس الرئيسي. ويتصل العمود من الخارج بجلبه اخرى مقسم محيطها لايه؟ برافو عليكم، الى 50 قسم يا سنه اولى. السؤال اللي بعد كده في اكمل، تتوفر الميكرومترات لاعمال القياسات. يعني معناها السؤال اللي هو بيقول لي تتوفر الميكرومترات لاعمال القياسات، يعني الميكرومتر بيقيس لي ايه؟ برافو عليكم، بيقيس ابعاد خارجيه، وبيقيس ابعاد داخليه، وبيقيس اعماق، وبيقيس كمان الالوظات. مش احنا اتفقنا لما خدنا في درس الالوظ واللوالب قلنا ان انا عشان اقدر اقيس، لو انا عايز اعرف الخطوه او العمق بتاع السنه هعمل ايه؟ عن طريق ادوات، هقيسها عن طريق الميكرومتر اللي هو ليه فكين او ليه طرفين مدببين. يبقى الميكرومتر بيستخدم في قياس الابعاد الخارجيه، في قياس الابعاد الداخليه، في قياس الالوظات الخارجيه. نكمل كده مع بعض. ده الميكرومتر. تستخدم، نكمل هنا، تستخدم مبينات القياس في قياس الحيود الناتج عن ايه وايه، وهي عباره عن نقط ذات قرص مضر. مبينات القياس بتستخدم في قياس الحيود الناتج عن عدم استواء الاسطح. احنا قلنا ان انا بستخدم مبين القياس علشان يعرفني السطح ده مستوي ولا لا، وكمان ايه؟ عدم انتظام دوران الاعمده. لو عايز اعرف وانا بشتغل على المخرطه التمرين بتاعي في القطر بتاعه منتظم وصح والابعاد ومستويه ولا لا، هستخدم مبين القياس. وهو عباره عن نقط ذات قرص مدرج. عباره عن ايه؟ عباره عن محددات للقياس. مش احنا اتفقنا ان مبين القياس والامشاط اللي انا عن طريقها بقدر اقيس، او الامشاط دي احنا اتفقنا ان هي بيكون ايه؟ بيكون القياس بتاعها ثابت ومكتوب عليها. محددات القياس، مبين القياس، الامشاط، كل ده انا بقدر عن طريقه، هي ثابته. انا عندي مبين القياس ليه التدريج بتاعه، وببدا ان انا اشوف استواء السطح، هل السطح بتاعي مستوي ولا لا. يبقى السؤال وهو عباره عن محددات للقياس، بس محددات قياس ايه بقى؟
ليها كورس مدرج، ببدأ عن طريق الكورس ده، القرص المدرج اللي عندي ده، ان انا اخد التدريج او القراءة بتاعتي. شوف السؤال اللي بعد كده، ما هي انواع الميكرومترات؟ ايه هي انواع الميكرومترات؟ مايكرومتر قياس خارجي، وده بيبدأ من 0 ل 25 زي ما احنا قلنا، ومن 25 ل 50، ومن 50 ل 75، لحد ما يصل ل 1000 ملي متر قياس للميكرومتر. واتفقنا ان من 0 ل 25 ده اللي هو ايه؟ اللي هو مدى القياس. يعني ايه سنقول مدى القياس؟ يعني الفرق بين اقل قيمه واعلى قيمه. الفرق بين الفكين دول ان اللقمتين بتوع الميكرومتر دول لما يفتحوا لحد الاخر الاقي هنا ايه؟ ان هما القياس بتاعهم يكون 25 ملي متر. وده شكل الميكرومتر، ده طبعا ده الفك الثابت. الفك الثابت اللي هو متصل بايه؟ اللي هو على شكل حرف يو، ومتصل بالمقياس الثابت. وبعد كده ده المتحرك اللي هي الجلبه لانها بتتحرك، وكمان هنا كده في اللقم اللي هي بتتحرك علشان اربط فيها التمرين. ميكرومتر قياس داخلي، وده بيستخدم في قياس الابعاد الداخليه، وفي كمان ميكرومتر قياس الاعماق، وميكرومتر ذو ثلاث فكوك. ده كده الميكرومتر الداخلي اللي انا لو عندي ثقب او عندي مشغوله ليها قطر داخلي وعايزه اقيسها، طبعا مش هينفع اقيس بالميكرومتر العادي، فبستخدم الميكرومتر الداخلي ده، بدخله داخل الثقب وابدا افتح الخط ده بتاع الجلبه لحد ما يبدا يلامس عندي التمرين، وابدا اخد القياس بتاعي مظبوط. ميكرومتر قياس اعماق، وده بستخدمه علشان اقيس بيه الاعماق لو انا عندي عمق او مشغوله فيها عمق اقدر اقيس بيها، وكمان المجاري والارتفاعات، يعني لو عندي اي ارتفاعات او مجرى داخل تمرين عايز اقيس بيها استخدم ميكرومتر قياس الاعماق. نشوف كده شكله مع بعض وتركيبه. ميكرومتر قياس الاعماق، ممكن يقول لي ارسم ميكرومتر او وضح بالرسم ميكرومتر قياس الاعماق لانه رسمته سهله، فممكن يجي لي يقول لي وضح كمان اجزائه. برسمه بالشكل ده وبقول له اجزائه، اول جزء ده اللي هو المصد او المرتكز الميكرومتري. يعني ايه؟ يعني اول ما دخل الصاج دي عشان اقيس ثقب معين، دي كده اسمها المصد، الجزء ده اسمه المصد. هيعمل ايه الميكرومتر ده؟ هيبدا مصد، يعني هيصد لي او هيقف لي على طرفي الثقب او التمرين او الارتفاع اللي انا بقيسه. التدريج الرئيسي اللي هو ده رقم 2، هو التدريج الرئيسي اهو، ده التدريج الرئيسي. وبعد كده رقم 3 اللي هو ايه بقى؟ اللي هو التدريج العشري او الكسري او التدريج بتاع الجلبه اللي هو رقم 4 مش 3. وبعد كده سقاطه الايقاف اللي انا عن طريقها بقدر ان انا اوقف اهي هنا كده، بروح انا موقف بعد ما باخد القياس اروح موقف سقاطه الايقاف دي، وهنا كده الصاموله اللي انا عن طريقها ممكن ادور الجلبه اللي هي مقسم عليها او باخد بيها الرقم العشري او الكسري اللي موجود في القراءة. نخلي بالنا كويس جدا من الرسم يا سنة أولى. ميكرومتر قياس داخلي اللي هو ذو ثلاث فكوك، ده بستخدمه لو أنا عندي تقوب وعايزة أقيسها بدقة عالية جدا، بس التقوب دي بتكون عميقة، علشان هي عميقة جدا مش هقدر أقيسها حتى بالميكرومتر العادي، فلازم أدخل الثلاث فكوك دول لأنها بتبقى كبيرة. الثلاث فكوك دول بيبدأوا يعملوا زي مسند كده للميكرومتر، وأبدأ أو ارتكاز، يعني بيخلوا الميكرومتر يرتكز، وابدا بعد كده اخد مقاس الثقب اللي موجود عندي. ده اهو الميكرومتر، ودول الثلاث فكوك اللي موجودين اهو، 1 2 3، وببدا ادخله داخل الثقب واخد القراءه اللي موجوده عندي. ميكرومتر قياس خارجي، كل ده كده السؤال اللي هو اذكر انواع او اشرح انواع ميكرومتر القياس الخارجي او الميكرومترات، انواع الميكرومترات عموما. ميكرومتر قياس خارجي ذات اشكال الفكوك المختلفه، ده طبعا انا بستخدمه لان الاشكال بتاعه الفك بتاعه بتكون مختلفه ومتعدده، وبيكون في فك ثابت وفك متحرك بيسميان بالصاق والمصد، علشان لو انا عندي سمك الالواح او فراغات انا ممكن اقيسها. وطبعا زي ما احنا قلنا في اشكال مدببه لو انا عايزه اقيس الالوظات او الاشكال الغير منتظم. دي كمان كده شكل الميكرومترات اهو زي ما احنا شايفين، بتختلف في ايه سنه اولى؟ بتختلف في شكل اللقم بتاعة الميكرومتر على حسب انا هقيس ايه، هستخدم الميكرومتر المناسب. ممكن السؤال يجي يقول لي زي ما كان سؤال عام دلوقتي كده مقالي، يقول لي ايه؟ يقول لي وضح ما هي انواع الميكرومترات. هبدأ اقول له، لو قال لي اشرح يبقى هشرح كل نوع بيستخدم في ايه. هقول له الميكرومتر قياس خارجي ويستخدم في قياس الاقطار الخارجية، داخلي ويستخدم في قياس الاقطار الداخلي الاعماق، وهكذا. طب لو ما قاليش اشرح،
لو قال لي بس قول لي ايه هي او اذكر انواع الميكرومترات، هروح قايل له ايه هي انواع الميكرومترات من غير شرح. لو قال لي بقى اشرح او يجيب لي جزء جزء، ممكن يقول لي مثلا زي ما احنا قلنا كده الميكرومتر قياس الاعماق، الرسم وضح بالرسم مع الشرح مع الاستخدام، ده سؤال كامل على بعض ممكن يجي لي. فنركز واحنا بنقرا السؤال نشوف هو عايز ايه. لو قال لي اشرح هشرح عشان اخد درجه، لو قال لي قول انواع بس هذكر له انواع الميكرومتر اللي موجوده عندنا. السؤال اللي بعد كده، ما هي اجراءات صيانه الميكرومترات؟ ازاي بقدر اعمل صيانه على الميكرومتر؟ عدم فك الميكرومتر الا في حاله وجود خطا صفر، ما ينفعش خالص امسك الميكرومتر وابدا افكه واعمل له عمليه صيانه او تنظيف الا في حاله وجود خطا صفر، لان الاجزاء الداخليه هي كده كده مش محتاجه صيانه. ايه اللي محتاج صيانه؟ الاجزاء الخارجيه اللي هما اللقمتين اللي هو على شكل حرف يو الجسم بتاعه، ممكن ان انا انضف الجلبه لو فيها ريش او فيها اي اتربه ممكن انضفها، انما مفيش اي حاجه خالص انا مش محتاج ان انا افك الميكرومتر الا في حاله وجود خطا صفر. يعني ايه خطا صفر؟ يعني لما امسك فكين الميكرومتر يا سنه اولى وابدا اخليهم يلمسوا بعض ما الاقيش خط الصفر منطبق مع خط تدريج الجلبه. صفر التدريج الرئيسي ما يبقاش منطبق مع تدريج الجلبه، في الحاله دي هبدا ان انا افك واشوف هل في تفاوت في الالاوز اللي موجود في بين العمود والجلبه وابدا اعمل عمليه صيانه. ايه كمان؟ حفظه في علبته، لازم ان انا احفظ الميكرومتر في علبته بعد ما اخلص الشغل بتاعي. احنا اتفقنا ان دي صيانه لجميع ادوات القياس يا سنه اولى. وكمان عدم تخزين الميكرومتر وفكين القياس متلامسين، ما ينفعش ان انا اعين الميكرومتر او اخزنه في الدولاب او الدرج بتاعه او احطه في الجراف والفكين بتوعه لامسين بعض، لازم اخلي فيه بينهم مسافه كده علشان ايه؟ علشان ما يحصلش تاكل بين فكوك او بين لقم الميكرومتر. الحفاظ عليه من الصدمات والرطوبه، وانا بشتغل لازم احافظ عليه من الصدمات، ما امسكش الميكرومتر كل شويه اقعد ارميه على التسجه او على المخرطه او على المكان اللي انا بقيس بيه. والرطوبه والاتربه، ان انا احافظ عليه من الرطوبه كمان والاتربه، اهو ان انا انضفه كويس جدا. لازم امسك قطعه قماش وابدا ان انا، طبعا ما ينفعش صنفره بالقماش، وابدا ان انا حته كده او قطعه قماش من الشمواه وابدا ان انا انضف الميكرومتر. ايه كمان في صيانه الميكرومترات؟ عدم ترك الميكرومتر على التسجه، ما ينفعش وانا بشتغل كل شويه ارميه على التسجه، لازم احطه في العلبه بتاعته واحافظ عليه زي ما احنا قلنا علشان ما يصديش، احافظ عليه من الرطوبه. ما ينفعش، اهو ده الميكرومتر اللي موجود. بيقول لي طبعا غلط او مش من الامان او السلامه للميكرومتر او الصيانه ان انا احطه مع ايه؟ ان انا احطه بقى مع الشاكوش والمبارد والبنسه وادوات القياس، لا لازم ان انا احطه لوحده في الجراب الخاص بيه. كمان ما ينفعش استخدم الميكرومتر وادق بيه مسمار او ادق بيه على التمرين او استعدل بيه جزء من تمرين، لا يا سنه اولى، الميكرومتر هو اداه لقياس اقطار خارجيه داخليه اعماق، مش ان انا امسكه واستخدمه استخدام اخر. ممنوع ان انا استخدم الميكرومتر بالطريقه دي. وانا بمس ماسكه الميكرومتر من الاساسيات بتاعته زي ما احنا اتفقنا، عدم القياس والميكرومتر او ادوات القياس مائله، ما ينفعش امسك الميكرومتر واميله كده واقيس بيه، لازم يكون النظر عمودي على ادوات القياس. امسك اداه القياس، منقله، زاويه، ميكرومتر، مبين قياس، قوالب قياس، اي اداه من ادوات القياس يا سنه اولى لازم امسكها ويكون النظر عمودي على اداه القياس. نشوف كده الصوره ازاي الميكرومتر بيكون عمودي، اهو بالطريقه دي امسك الميكرومتر ويكون عمودي على الشغله علشان اقدر اخد قياس سليم. طب ازاي بقى بتتم عمليه القراءه على الميكرومتر يا سنه اولى؟ اول حاجه خط التقسيم الطول الفاصل. يعني ايه؟ يعني انا عندي التدريج العلوي ده او التدريج الرئيسي ده، اسمه تدريج رئيسي اللي هو ده، اهو ده تدريج. طب خط التقسيم الطولي ده الخط اللي بينطبق مع الجلبه وباخد القراءه بتاعتي. خط التقسيم الطولي او الفاصل الطولي ده، ده اهو اللي هو في النص ده الخط الطولي. وليه بيقول لي خط طولي؟ لان هو ماشي بالطول اهو يا سنه اولى، مش زي مثلا الشرط دي جايه عرضي، لا ده خط طولي اهو. بشوف ايه الخط المنطبق على الخط الطولي مع الجلبه وابدا اخد القرايه. التدريج السفلي ده اللي احنا قلنا بيقرا بكام؟ بيقرا ب50، يعني نص. يعني ابدا اقول هنا كده بصوا صفر، هنا نص، واحد، واحد ونص، اتنين، اتنين ونص، تلاته، تلاته ونص، وهكذا. النص ده بحسبه بكام؟ بحسبه ب50 مللي متر.
وبعد كده هنا تدريج جلبة القياس اللي انا باخد من عليها الرقم الكسري عن طريق الجلبة القياس، ودي حافة جلبة القياس. الحافة دي فايدتها ايه؟ الحافة دي عندها بقول ان ده رقم 7، هو الحافة اخرها اهي، شايفين حافة القياس دي هنا الرقم كام؟ 5 6 7، يبقى القراءة الأساسية هنا عندي كام؟ 7. يبقى حافة القياس اللي عن طريقها بقدر أحدد الرقم الثابت اللي موجود على مسطرة القياس، وكمان بحدد إيه؟ بحدد خط الـ50 اللي هو خط النص يا سنة أولى. هل هلاقي 7.5 ولا هلاقي 7 بس؟ لو لقيت 7.5 بضيف 50 على القراءة، 7 بس يبقى خلاص هو مقياس ثابت اللي هو 7. نشوف كده السؤال ده، حدد قيم قراءات الميكرومتر الآتية. ممكن يجيب زي ما احنا اتفقنا في القدمة، ممكن أو في المنقلة، ممكن يجيب الرسم ويقول لي قول لي إيه هي القراءة، وممكن يجيب القراءة اللي هي بالأرقام ويقول لي طلعها لي على الرسم بتساوي كام، أو ارسمها أو وضح بالرسم بتساوي كام. هنا السؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي حدد قيم قراءات الميكرومتر الآتية. يبقى هو جايب رسم وعايز أقول له القراءة قد إيه. نشوف كده نعملها إزاي. ببدأ أبص على صفر الأول حاجة، صفر المسطرة أو صفر القياس الرئيسي، ده أهو المقياس الرئيسي صفر. وأعمل إيه يا سنة أولى؟ أعد الشرط اللي فوق الأول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى القراءة دي كام المقياس الرئيسي؟ 9. يبقى أكتب كده 9 اللي هو العدد أو رقم المقياس الرئيسي. طب في 9.5؟ لا، هي 9 بس أهي. لو خط النص ده جاي هنا كده يبقى 9.5، هنا ما ادانيش، يبقى 9 بس. وابدا ابص على ايه يا سنه اولى؟ ابدا ادور على الخط الجلبه المنطبق مع الخط الطولي واشوفه كام ملي متر. يبقى القراءه الاساسيه كام؟ 9. عرفت ازاي؟ لما لقيت الحافه بتاعه الجلبه عند اخر الرقم اللي هو 9. هدور بقى كده على الرقم المنطبق هنا 25، اخد من تحت مش من فوق، 25 عشان اصلا من تحت هو الرقم الصغير اهو، 25 26 27 28، والخط المنطبق على الطولي او الخط الطولي هو كام يا سنة اولى؟ هو 29 من 100 ملي متر. يبقى الميكرومتر ده القياس كام؟ 9 ملي و29 ملي متر. يبقى باخد الخط او باخد العدد الصحيح منين؟ من على المقياس الرئيسي. طب باخد التدريج او العدد الكسري او الدقة بتاعت الميكرومتر من على خط الجلب، اول حاجة اساسي ابص على الخط الرئيسي اخد المقياس، وبعد كده ابص على الشرطة اللي تحت او الاجزاء اللي تحت، لو لقيت 9.5 يبقى زود 50، ما لقيتش يبقى خلاص هي القراءة ثابتة اللي هو 9 زي القراءة اللي احنا شفناها، و29 من 100. نشوف كده قراءة كمان مع بعض، دي كمان قراءة موجودة هي مع بعض. بيقول لي حدد برضو قيم القراءات الاتية. هنعمل ايه بقى؟ انتوا بقيتوا شطار يا سنة اقول، هبدأ أعد الخطوط أو الشرط اللي موجودة فوق. هبدأ من 5 أهو، 5 6 7، يبقى القراءة الثابتة عندي كام؟ برافو عليكم، 7. طب القراءة الثابتة عندي بتساوي 7. وأبدأ أبص في خط النص من تحت يا سنة أولى، اللي هو كام خط النص؟ اللي هو أهو، شايفين كده؟ بصوا ده كده القراءة هنا، بصوا معايا كده ركزوا، ده 5 6 7، وفي هنا كام؟ وفي هنا اهو النص موجود بعد 7، يبقى القراءة الأساسية عندي كام؟ 7. القراءة الأساسية هتكون عندي 7، أبدأ أكتبها كده 7. طيب ده القراءة الأساسية، وبعد كده هبص على الخط فين؟ الخط اللي تحت فيه في 50؟ اه في 50، هروح كاتبة ال 50، هقول أهو دي كده 50 شرطة على جنب. طب أبدأ أبص بقى هنا عندي في الشاشة أهو، إيه الخط المنطبق من خط الرئيسي على خط الجلبة؟ احنا اتفقنا ان انا ببص على حافة الجلبة وادور على الخط المنطبق. هبدأ منين زي ما احنا اتفقنا؟ نبدأ من الرقم الصغير هنا كده 15 16، يبقى الخط المنطبق على الخط الطولي هو كام يا سنة اولى؟ هو 16 ملي متر. طب اعمل بقى القراءة ازاي؟ دي قراءة ثابتة ما ينفعش اقرب لها خالص، ده واخداها من على المقياس الرئيسي او المقياس الاساسي، بخليها 7 زي ما هو. بعمل ايه؟ بجمع الـ50 زائد الـ16 بجمعهم على بعض، يبقى القراءة كام؟ هلاقيها 66، جمع عادي خالص، يبقى القراءة بتاعتي 7 و66 من 100. طب لو القراءة 50 مثلا ولقيت 15 لقيت 14، ببدأ ان انا اجمع الرقمين دول على بعض. طب لو انا ما لقيتش خط النص، احنا اتفقنا ان احنا بنعمل ايه؟ هنقول كده على طول 7 و16 من 100،
دي كده ببساطة ازاي بقدر اقرأ على الميكرومتر. يبقى احنا عرفنا لو جالي قال لي حدد قيم القراءات اقدر ازاي ان انا اجيب قيم القراءات. طب لو قال لي اعمل انت قراءة، لو قال لي هو عايز 67% دي سهلة جدا انا بعملها. ببدأ اعمل ايه؟ بصوا كده معايا، بروح اعمل الخط الطولي ده، بصوا كده هنا معايا السنة اولى، ببدأ اعمل الخط الطولي ده واروح واخد كده اهو، وابدأ ابدأ له من كام. انا هقول مثلا هبدأ من هنا من 5، وهنا كده 0 1 2 3 4، وهنا كده 5، وهقول هنا 6 7، واروح عامل ايه؟ برافو عليك، وعامل ده كده اللي هو المقياس بتاع ايه بقى؟ برافو عليك، ده اسمه تدريج او اسمه خط الجلب او تدريج الجلب. هو هنا لو قال لي ونص، لو جاب لي هنا مثلا و66 يبقى لازم احط خط النص هنا يا سنه اولى. خلاص؟ وابدا اخد الايه اللي هي ال 16 دي، هنا كده 16 وهنا كده دي 15، وابدا ان انا اكمل الشرط بتاعتي عادي جدا. ده ببساطه ازاي بقدر اقوم بعمليه القراءه على الميكرومتر. لو جاي لي قراءه وقال لي حددها لي او ارسمها لي، السؤالين بييجوا زي القدم، ممكن يقول لي ارسم وممكن يجيب لي القراءه ارقام ويقول لي وضحها بالرسم. نشوف كمان في ميكرومتر اللي هو بيقرا من 1000، نبص كده عليه. هنا بيقول لي الميكرومتر اللي بيقرا من 1000 ايه بقى؟ نفس القراءة اللي احنا عملناها مع بعض بنفس الطريقة بنفس كل حاجة، انما بزود ايه عليها؟ بزود الخط ده يا سنة اولى. يعني باخد القراءة العادية من هنا اللي هو 20، هنا 20.5 موجودة، خط النص اهو، برضو بكتب 20 المقياس الرئيسي بره، وبعد كده بزود عليه 50 واشوف الخط الطولي المنطبق هنا كام، انما بزود هنا ايه بقى يا سنة اولى؟ بشوف الخط المنطبق رقم كام وبزود، بعده كده 1 2 3 4، الخط الرابع اهو هو اللي منطبق، يبقى زود 4 من 1000 على القراءة. يبقى اللي بيختلف على الميكرومتر اللي بيقرأ من 1000 عن الميكرومتر اللي بيقرأ 1 من 100 او 1 من 1000، ايه اللي بيفرق عنهم؟ ان انا بزود اللي هو ايه، بزود التدريج بتاع 1 من 1000 بالارقام. اشوف الخط المنطبق الاول يبقى 1 من 1000، 2 من 1000، 3 من 1000، وهكذا. اشوف ايه هو الخط المنطبق، خط واحد بس، وابدا ان انا اضيفه على القراءه العاديه خالص اللي احنا شفناها مع بعض. السؤال بقى اللي بعد كده بيقول لي ايه، نشوف مع بعض. فيما تستخدم الميكرومتريات؟ يا ترى الميكرومتريات بتستخدم في ايه؟ تستخدم لقياس الاقطار الخارجيه والداخليه والاعماق والارتفاعات. مهم جدا ان انا اعرف ان الميكرومتر بيستخدم في قياس الاقطار خارجيه داخليه اعماق ارتفاعات. طب سؤال بقى، ارسم رسما تخطيطيا للميكرومتر الخارجي مبينا عليه اهم اجزائه. يبقى في حاجتين هم دلوقتي احنا هنذاكرهم. اول حاجه رسمه الادمه ذات الورانيه، ازاي بعرف ارسمها واقول عليها اجزائها ازاي. الاداه الثانيه الميكرومتر، اتعلم او ان انا اتدرب على رسمه واعرف ازاي بيترسم وايه هي اجزائه. وكمان المنقله البسيطه برضو ممكن يجيب لي رسمتها في الامتحان، والبراجل والمصادر. مهم جدا ان انا اقعد اتدرب على الرسم. نشوف كده مع بعض اجابه السؤال. وقال لي هنا ارسم رسما تخطيطيا للميكرومتر موضحا عليه اهم اجزائه. نشوف مع بعض. من اجزاء الميكرومتر زي ما احنا قلنا الفك الثابت، ثابت يعني ما بيتحركش، وده الفك المتحرك، وهنا كده ده تدريج اللي هو تدريج الجلبه اللي احنا قلنا عليه، وده التدريج الرئيسي او المقياس الرئيسي، وهنا كده ده المسمار اللي انا بدور بيه الجلبه، وده المسمار او سقاطه الايقاف اللي انا بعد ما باخد البعد ببدا ان انا اوقف بعد الميكرومتر او خلاص ما يبداش يقيس. صوره واضحه جدا اهي، ده الفك الثابت وده الفك المتحرك اللي هو بيتحرك، وهنا كده اسطوانه متحركه اللي هي اسمها ايه؟ الجلبه. ودي الاسطوانه الثابته اللي هي ايه سنه اولى؟ برافو عليك، اللي هي المقياس الرئيسي. وده كده شكل الميكرومتر. ما هي استخدامات قوالب القياس؟ يبقى احنا كده خلصنا مراجعه على الميكرومتر وعرفنا ازاي بنقرا عليه، وازاي لو جالي قراءه ممكن اكتبها او اقراها او ان انا ارسمها لو قال لي ارسم، او لو جاب لي الرسم وقال لي طلع القراءه. نشوف بقى ما هي استخدامات قوالب القياس، بتستخدم في ايه؟ احنا قلنا قوالب القياس هي عباره عن قوالب بتكون على شكل متوازي مستطيلات، بتصنع من الفولاذ المعامل والمقصة او المقصة والمعامل حراريا. يعني ايه مقصة؟ يعني بيبدأ تسخين وتبريد وتسخين وتبريد علشان يكون معدن قوي جدا
اقدر، لان يا سنه اولى قوالب القياس دي من المعدن، من الحديد، وانا اصلا بشتغل في معادن، فلازم يكون الاحتكاك بتاع قوالب القياس مع المعدن تكون مناسبه جدا. علشان كده بقول هو يصنع من الفولاذ المقصى والمعامل حراريا. وفي زي ما احنا قلنا قوالب بتصنع من السيراميك، دي عن طريقها ببدا ان انا استخدم قوالب القياس. علشان بتعمل لي ايه بقى قوالب القياس السيراميك دي؟ برافو عليكم، علشان بتكون مقاومه للتاكل. ايه هي استخدامات قوالب القياس؟ اول حاجه هنشوف كده مع بعض، قوالب معايره طول مجرى. يعني ايه؟ يعني عن طريق قالب القياس ده بقدر ان انا احدد طول المجرى اللي موجود عندي هنا كام، ببدا اختار قالب القياس المناسب اللي هو مثلا 8 20 30. دي كده قوالب القياس بابعادها. طب القلبين اللي في الجنب دول ايه؟ اسمهم قالبي مقاومه التاكل. اتفقنا ان في قلبين بيتحطوا مع قوالب القياس، بيتحطوا قبل القوالب، اسمهم قالبي مقاومه التاكل. طب لما باجي اقيس بعمل ايه؟ لازم يا سنه اولى هو بيكون محدد لي في المساله، بيقول لي في قلبين مقاومه التاكل السمك بتاعهم مثلا هما من 1 لـ2، يعني القوالب دي بتكون 1 سم او 2 سم، هو بيكون محددها لي في المساله، يا 1 سم يا 2 سم. بعد ما بخلص قراءه القوالب واعرف عدد القوالب كام، بروح ضايف عليهم ايه؟ ضايف عليهم لو 1 سم، انا ضفت واحد هنا واحد هنا، يبقى اضيف كام؟ برافو عليكم، 2 ملي. طب لو قال لي 2 ملي، يبقى من هنا 2 ملي ومن هنا 2 ملي، يبقى هضيف عليهم ايه؟ 4 ملي متر. دي كده قوالب القياس. طب هو انا ازاي يا مس بقدر احدد قوالب القياس اللي انا عايزها؟ يعني زي ما هو قال لي كده في قوالب طول المجرى، انا عايز دلوقتي احدد قوالب للقياس علشان اقدر استخدمها. قوالب القياس دي بتكون عباره عن ايه؟ احنا قلنا عباره عن شكل متوازي مستطيلات وبتصنع من الفولاذ، بتكون موجوده في علبه خشبيه مربعه كده، علبه كبيره، وبتكون قوالب القياس موجوده فيها. دي قوالب القياس بتحفظ في العلبه الخاصه بيها، وبتكون مكونه يا سنه اولى اسمها طقم قوالب القياس. ليه طقم؟ لانه بيكون مكون من اكتر من بعد. طب انا اللي محدده؟ لا، العلبه بتكون هي جايه محدده، محدده بقوالب القياس. في جدول موجود على علبه قوالب القياس بيكون محدد لي، بيقول لي مثلا هتلاقي في العلبه دي 10 اعداد او 10 قوالب قياس، في 10 من قوالب القياس موجودين، البعد بتاعهم مثلا من 1.1 لحد 1.9. عندك 9 قوالب موجودين اهم، يبقى خلاص انا عرفت ان التسع قوالب دول قياسهم من 1.1 ل1.9. طب انا ازاي اعرف احسب قوالب القياس اللازمه للتقب؟ زي ما هو حسبها هنا كده في الرسمه اللي كانت من شويه، وقال لي انا هحط قالب قياس 8 وقالب 20 وقالب 30. انا هقدر احدد قوالب القياس دي ازاي؟ نشوف كده مع بعض ازاي بقدر احدد قوالب القياس. بص هنا كده، احنا اتفقنا ان قوالب القياس بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن قوالب في علبه او في صندوق بتاعها كده، علبه خشبيه بتحتوي على قوالب القياس. هي عباره عن مجموعه بتشتمل، المجموعه اللي قدامنا دي مجموعه بتشتمل على 46 قالب. الجدول اللي قدامنا ده بنلاقيه موجود يا سنه اولى في علبه قوالب القياس، بلاقيه كده موجود متسطر ومكتوب لي. مكتوب لي ايه؟ عدد القوالب، بيقول لي ان عدد القوالب اجماليها كلها 46 قالب. يبقى العلبه دي مكونه من 46 قالب، العلبه اللي معانا هنا دي. طب طول القالب بالملي متر، احنا اتفقنا ان كل الابعاد بالملي متر. اول حاجه عندي عدد قوالب 9، بيبدا من كام؟ من 1.1 الى 1.9، يبقى كده مقدار الزياده في كل قالب كام يا سنه اولى؟ ما هو 1.1، 1.2، 1.3 لحد ما اوصل ل 1.9، يبقى مقدار الزياده 1 هنا كده، 1 من دي 1.1، اسف 1.1 لحد 1.9، يبقى مقدار الزياده كام يا سنه اولى؟ 1.1، ده مقدار الزياده في القالب. يعني كل قالب من قوالب القياس بيزيد عن القالب اللي قبله بمقدار 1.1. هنا كده 1.1 الى 1.9، يبقى مقدار الزياده كام؟ 1 مليمتر. هنا كده 9 قوالب من 1.1 الى 1.9، يبقى مقدار الزياده 1/10. دي كده علبه قوالب القياس اهي، اللي من 10 دي
هو قال لك هنا في عدد قوالب القياس 10، طب من كام لكام؟ من 1 ل 10. يعني عندي 10 قوالب القياس، القالب الاول بيقرا او بعد 1، القالب الثاني 2، القالب الثاني 3، لحد ما اوصل للقالب الاخير اللي هو 10. يبقى كده مقدار الزياده كام؟ يبقى كل قالب بيزيد عن القالب اللي قبله كام؟ بمقدار 1 من 100 او 1 مليمتر ثابت. ده عدد صحيح. التسعه هنا برضو قال لي في 9 قوالب من 20 ل 100، يعني كام؟ قال لك بقى مقدار الزياده في كل قالب 10، يعني 20 30 40 50 لحد ما اوصل ل 100 ملي متر قياس القوالب. يبقى الجدول ده ببدا عن طريقه احدد ايه؟ اشوف عدد القوالب اللي موجوده كام؟ واشوف الاطوال بتاعتهم بتبدا من كام لحد كام؟ واعرف مقدار الزياده في كل قالب. وهنا واحد واحد من 1000، يبقى مقدار الزياده 1 من 1000. لو هنا ثابت من 20 ل 100، قال لي مقدار الزياده 10، يبقى هزود، يبقى 20، يبقى 10. ده كده مجموع قوالب القياس، الجدول ده بلاقيه موجود. طيب في مساله كده ممكن تيجي لي في الامتحان يقول لي ايه؟ بالاستعانه بالجدول اللي موجود هنا ده كون البعد 70 و 615 ملي متر. انا عايز تكون لي البعد ده بايه؟ عن طريق الجدول ده، عن طريق مجموعه القوالب اللي بتشتمل على 46 قالب، هو جايبهم لي اهم. انا عايز بقى اكون بعد، في بعد عندي عايز اقيسه وعايز اكونه، بعمل ايه؟ طريقه الحل كده بتاعت قوالب القياس سهله جدا. انا عايز احدد كام عدد قالب من قوالب القياس علشان اقدر استخدمه. هعمل ايه يا سنه اولى؟ اول حاجه بكتب البعد الرئيسي اللي موجود هنا ده، اكتبه هنا اهو. البعد الرئيسي ده اللي موجود كام؟ اللي هو 70 و615. هو يا مس مدولي في المساله؟ اه مدهولك، بيقول لك حدد، طلع لي البعد ده بالاستعانه بالجدول ده. يبقى الجدول بيجي لي مع البعد 70 و615. بعمل ايه بقى يا سنه اولى علشان اطلع قوالب القياس؟ ببدا ان انا اطرح قوالب القياس من البعد الاجمالي للي هو طالبه لي علشان اطلع كام عدد من قوالب القياس انا هستخدمه. اعمل ايه؟ اول حاجه اشوف 70 و615 على طول يا سنه اولى، اول ما عيني تقع على الرقم اللي هو الاخير ده لازم اختار من قوالب القياس بالترتيب، وما ينفعش اختار من التسع قوالب دول قبل ما اختار، لا لازم الاول، ما ينفعش اختار من 20 قبل ما اختار من، لا لازم الاول اختار من البعد الاقل، الاول الاقل وبعد كده الاكبر. يبقى ما ينفعش ان انا اتعدى خانه من خانات قوالب القياس. هبدا اقول ايه؟ 70 و615. هبص هنا كده، انا لازم اختار من ايه؟ من اول اللي هو اول صف في قوالب القياس. هبص اشوف 1 و1 من 1000 لحد 1 و9 من 1000. طب هو موجود 1 و5 من 1000؟ اه طبعا، ما هو 1 و1 من 1000، 1 و2 1 و3 من 1000، 1 و4 لحد ما اوصل ل1 و5 من 1000. انا ليه احط ال1 و5 من 1000؟ علشان ان انا ابسط او اقلل عدد قوالب القياس. هروح كاتب كده 1 و1 و5 من 1000 اللي انا اخترته من هنا، واروح عامل ايه؟ هقول الخمسه هتروح مع الخمسه، هيفضل عندي ايه؟ هطرح كده ال70 اشيل منها 1، هيتبقى عندي 69 وال61 اللي هم موجودين اهم زي ما. يبقى انا كده 1 من 70، ال1 و1000 انا جبتهم من القياس اللي هو كده. يقول ايه؟ انا اخترت رقم هو 1 5، بعد كده 69 1، ده الرقم اللي هختار من الثاني اهو، واحد وواحد. طب هي موجود اختار اول، اختار واحد من 100 من القياس 69، واحد من 100 اعمل يروح مع الواحد. اتفضل كام ده؟ 69 اشيل منها 1، هيتفضل 68.6. طب اجي ابص على الايه؟ على الجدول اللي بعده. هو موجود الستة من عشرة؟ 1 و6 من 10، اه يا مس موجود اهو. 1 1 من 10 لحد 1 و9 من 10، يبقى في كام؟ 1 1 من 10، 1 و2 1 و3، 1 و4، 1 و5، 1 و6. ايوه هو ده اللي انا عايزه اهو، 1 و6 من 10. واروح عامل كده، الستة هتروح مع الستة، هيتبقى عندي كام؟ لازم يا سنة أولى أفضل أطرح لحد ما أوصل الناتج لصفر. 68 ناقص 1 هيساوي كام؟ هيساوي 67. طب إحنا وقفنا فين؟ وقفنا هنا عند الصف ده اللي هو من 1 ل 10. طيب 67 في هنا قالب قياس 7؟ أه يا مس، ما هو من 1 ل 10، هختار السبعة وده يبقى مع ده، هيتفضل عندي كام؟ 60. أروح راجع
للخطوه اللي بعد كده من 20 ل 100، دي مجموعه قوالب القياس اللي موجوده من 20 ل 100، هختار القالب كام؟ عندي 60. عندك، ما هو 20 30 40 50 60، هو ده القالب اللي انا عايزه، واروح حاطه هنا كده. ده طبعا 60 من 60 هيساوي صفر، يبقى انا كده كونت كام عدد من قوالب القياس لازم اعرفه في المساله. اقول له القالب الاول اللي هو 1 و5 من 1000، القالب الثاني 1 و1 من 100، القالب الثالث 1 و6 من 10، القالب الرابع هو 7. وطبعا انا جايبهم منين؟ انا مش مؤلف الارقام، انا جايبه عن طريق الجدول. بعد كده القالب رقم 5 اللي هو 60. دي كده مجموعه من قوالب القياس. نشوف كمان مجموعه تانية اهو، هنا مجموعه تشتمل على 86 قالب. احنا اتفقنا ان في المجموعه الاولى كان كام قالب؟ كان 46، وفي 103 قالب، وفي 82 في قوالب، او كل علبه بتحتوي على عدد مختلف من القوالب. اتفقنا يا سنه اولى ان هنا موجود عدد القوالب اللي هم 86، وهنا طول القالب بالمليمتر، وهنا مقدار الزياده في كل قالب. بالاستعانه بالجدول الاعلاه، دي مساله بتيجي، كون البعد 50 و392. بعمل ايه بقى يا شطار؟ برافو عليك، واكتب البعد الاساسي بتاعي هنا، وابدا ابص على اول خانه في الجدول. ما ينفعش اتعدى الخانات، ما ينفعش اجي اختار من الخانه من 10 ل 90 وابدا الطرح، لا، لازم اخد خانه خانه يا سنه اولى، اخد جزء جزء او قالب قالب. ما انا عندي يا سنه اولى قوالب من الصغير للكبير، هبدا اخد القوالب. اخد اول حاجه عندي ايه؟ 1. انا ببص على الرقم الاخير هنا 392، يبقى اخر رقم كام؟ 2. هدور على القالب اللي هنا 2، 1 1 من 1000، بعده على طول 1 و2 من 1000. حلو قوي، هو ده اللي انا عايزه. اروح كاتب اهو 1 و2 من 1000، وابدا اعمل عمليه طرح عاديه. خلاص كده الاثنين مع الاثنين، و50 ناقص 1 49، هيتبقى عندي كام؟ 39 اهي، على طول على القالب اللي بعده. بص، 1 1 من 100 ل 1 و49 من 100. هو في يا مس 1 و39، بس في قبلها كمان قوالب اللي هم كام؟ احنا اتفقنا ان في 1 1 من 100، طب في كمان 1 و11 من 100، و1 و21 من 100، و1 و31 من 100. في عندي قوالب كتير. طيب انا هنا عايز ايه؟ عايز 39. ابدا ادور على رقم كام يا سنه اولى؟ ادور على رقم 9. طيب 1 1 من 100 في عندي كام؟ 1 و9 موجودين اهم، وفي 1 و19، وفي 1 و39. اخد اخر قالب لقوالب القياس اكبرهم، لان بيقول لي مهم جدا ان انا اختار قوالب القياس اقلل في عددها. يبقى انا اخترت من هنا ال1 و39 من هنا اهو، ابدا اعمل ايه بقى؟ انا ال 39 كلها هتروح مع ال 39، هيتبقى عندي كام؟ 49 ناقص 1 اللي هي 48. انا اخترت منين؟ من هنا. طب انا لسه عندي عايز اختار من نص هنا، من نص ل 9 ونص، يعني معناها ايه؟ نص 1، 1 ونص، 2 ونص كده، 3 ونص. طب في 8، انت جيت عند ال 8 بس، شكرا، انا عايزه ال 8، ويتبقى عندي ال 40 اختاره من هنا. من 10 ل 90 هختار قوالب القياس اللي هي كام؟ 10 20 30 40. اروح كاتب قوالب القياس، عمليه طرح بسيطه جدا، ولازم احدد له في المساله، اقول له ان انا اخترت القالب رقم 1، القالب رقم 2، القالب رقم 3، القالب رقم 4. يبقى مجموعة قوالب القياس مهم جدا ان انا اتدرب على المسألة بتاعتهم، ابدأ ادي مسائل لنفسي في البيت واشوف كده الموضوع سهل جدا. هي عملية طرح يا سنقول، بكتب البعد الرئيسي او البعد الاساسي اللي هو طلبه، وابص على اخر رقم موجود فيه 2، هدور من الجدول على الرقم اللي بيبدأ 2 من 1، 2 من 100، على حسب التدريج بقى بتاعي او حسب القراءة بتاعتي، وابدأ ان انا اعمل عملية طرح عادية لحد ما وصل الناتج لصفر. ويفضل ان في اختيار قوالب القياس من مجموعة قوالب القياس ان يكون عدد القوالب بسيط. نشوف كده كمان من ضمن قوالب القياس او من انواع قوالب القياس، معايرة المسافة بين محورين تقبين. هنشوف كده هنا على الشاشة معايرة المسافة بين محوري تقبين. ده كده شكل لو انا عايز اقيس المسافة بين محورين تقب، ده قالب القياس اللي انا اخترته بقى 50. احنا عرفنا بنختاره ازاي، ببدأ اعمل المسألة بتاعتي واطرح من الجدول واختار قالب القياس اللي انا عايزه، ولازم احط قالب قياس اللي هو بتاع ايه يا سنة اولى؟ برافو عليكم، اللي هو قالب مقاومة التآكل. معايرة جهاز قياس داخلي، ده برضو من انواع اجهزة او من استخدامات
قوالب القياس ان هو بيستخدم في معايره جهاز قياس داخلي بالشكل ده كده. بحط قالب القياس هنا وابدا ان انا اعمل معايره للجهاز او الشكل بتاعي. كمان قوالب معايره جهاز المقارنه ذو القرص او ذو وجه الساعه، بيكون على شكل وجه ساعه كده لو انا عايز اعمل له عمليه معايره او مقارنه. احنا اتفقنا ان قوالب القياس عن طريقها بعمل معايره لادوات القياس الدقيقه، بشوف هي فعلا قياسها مظبوط ولا لا. ان انا بجيب قالب من قوالب القياس ومثلا ابدا اقيسه بالقدم ذات الورانيه او الميكرومتر واشوف القالب ده لو 50 والبعد الثاني 50 يبقى القدمه دي سليم. ايه هي بقى الملحقات الخاصه بقوالب القياس؟ زي ما انا مدرسه كده وليا ملحقات او ليا ادوات خاصه بيا، اللي هي القلم، الورقه، الكتاب. انت كطالب ليك برضو نفس الادوات اللي بتستخدمها. برضو قوالب القياس ليها ملحقات، ليها ادوات لازم علشان استخدم قوالب القياس ابدا ان انا استخدم الملحقات دي. ايه هي الملحقات؟ نشوفها مع بعض. الملحقات هي عباره عن ادوات، نبص هنا كده، بتستخدم لتحديد ورسم الشكل المطلوب. عن طريق الملحقات دي انا بقدر احدد الرسم والشكل المطلوب. نشوف هنا يا سنه اولى اللي انا عايز اعمله على الشغله. ايه هي الملحقات دي؟ فكوك القياس، ودي بتستخدم لقياس الاقطار الداخليه والخارجيه، وكمان عن طريقها بقدر اقيس عرض الفتحات وبحطها بمجموع يساوي البعد الاسمي. يعني لما بيديني بعد زي المساله اللي احنا شايفينها ببدا اختار قوالب القياس على اساسها. اهو بحط كده قوالب القياس هنا اهي وابدا اقيس الشكل او التمرين بتاعي. ماسك قياس ابعاد المشغولات، لو انا عايزه اقيس شغله لازم اعمل ايه؟ اجيب لها ماسك اللي هو عباره عن اطار، الاطار ده بتتحط جواه قوالب القياس وعن طريقها ممكن اقيس ابعاد خارجيه او داخليه او ارتفاعات، وده بيقيس لحد 50 ملي متر وساعات بيصل ل 200 ملي متر. يعني معناها قوالب القياس اللي بختارها ممكن توصل لحد 200 ملي متر. اهو يا سنه اولى انا عملت المساله واخترت القالب 10 والقالب 30 وبدات احط قلبين مقاومه التاكل في ماسك المشغولين. جهاز المركزه ده برضو من الملحقات الخاصه بقوالب القياس، وده بستخدمه علشان يقيس لي المسافات بين الخطوط والقلاووز، وده بيتميز ان هو اطرافه حاده اهو زي ما احنا شايفين علشان بيقيس قلاووز، واحنا عارفين اسنان القلاووز بتكون حاده. جهاز الشنكار، وده بستخدمه في رسم الخطوط المتوازية الأفقية والرأسية على المشغولات، وده شكل لجهاز الشنكار لو أنا عندي تمرين وعايز أعمله عملية شنكرة بخطوط متوازية. هبدأ يا سنة أولى أن أنا أحط قوالب القياس هنا كده بالاختيار وهبدأ أعمل لها عملية قياس أو عملية شنكرة. ده بقى السؤال اللي احنا قلنا عليه، ان بيجي لي سؤال بيقول لي بالاستعانه بالجدول اللي موجود عندنا اقدر احدد قوالب القياس. اذكر المصطلح العلمي، هي عباره عن ملحقات بتستخدم في قياس خطوه سن القلاووز والابعاد الداخليه والخارجيه. احنا لسه مجاوبينها اللي هي ايه؟ برافو عليكم، ملحقات قوالب القياس بستخدمها علشان تقيس لي سن القلاووز او ابعاد داخليه او ابعاد خارجيه. كمان من اسئله اذكر المصطلح العلمي، هي عباره عن اجهزه قياس بها تدريجات. التدريجات دي بتمثل ايه؟ بتمثل وحدات القياس، وبتتم بقراءه عدد التدريجات المقابله للطول. يعني عندي تدريج وفي طول مقابل ليه انا عايزه اقيسه، زي ايه يا سنه اولى؟ زي المسطره وزي القدمه. ايه هي الاجهزه دي؟ اسمها ايه؟ اسمها اجهزه قياس ذات التدريج. يعني الاجهزه دي بيكون فيها تدريج، ببدا عن طريق التدريج ده ان انا اخد عمليه القياس اللي هي ايه؟ اللي هي المساطر او القدمه ذات الورانيه او الميكرومتريه. نكمل في السؤال مع بعض. هي اجهزه ليس لها تدريج، الاجهزه دي بقى ملهاش تدريج، ويتم القياس فيها بمقارنه البعد المطلوب. يعني باخد البعد وانقله على مكان تاني، اداه من ادوات القياس مدرجه علشان اخد البعد. مثل ايه او زي ايه؟ زي قدود القياس، احنا قلنا ان هي ثابته، وزي محددات القياس، وزي البراجل. مش احنا عندنا لما بنيجي نقيس البرجل بتاعي انا ما بقيس بعد، البرجل ما فيهوش تدريج. بعمل ايه؟ باخد التدريج من على المسطره وبعد كده انقله على التمرين. اسمها ايه بقى الاجهزه دي؟ نشوف كده الاجابه، اسمها اجهزه قياس بدون تدريج. يبقى اجهزه القياس بدون تدريج هي اجهزه ليس لها تدريج.
هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية للبعد، ايه هو الفرق ده يا سنة أولى؟ خطأ القياس. يعني ايه خطأ القياس؟ يعني القياس اللي انا عايزه 10 ملي متر، انما لما قست لقيته كام؟ لقيته 12 ملي متر، ده اسمه خطأ القياس. في خطأ قياس كده كام؟ 2 ملي متر، انا اصلا عايز 10 وانا لما قسته اداني كام؟ اداني 12، يبقى في خطأ للقياس. الخطأ ده اسمه عبارة عن ايه؟ هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية للبعد، اللي انا قسته كام؟ 12، انما القيمة الحقيقية هي 10. هو القراءة ده، اذكر المصطلح العلمي ايه هو، يعني بيجي لي جملة كده سنقول زي ما احنا شايفين وانا اكتب مصطلح زي ما احنا قلنا بسيط. هو القراءة التي يعطيها جهاز القياس في الوقت اللي بيكون قراءة مساوية للصفر، هو الخطأ الصفر. يعني انا عايز دلوقتي المفروض ان انا لما اجي امسك القدمه ذات الورانيه واقرب الفكين الثابت والمتحرك او الميكرومتر الاومتين بتوعه الاقي ايه؟ الاقي القياس صفر. المفروض في حاله عدم القياس لما امسك القدمه اقرب او ان انا اعمل الخط الثابت او التدريج او الفك الثابت مع الفك المتحرك يكون صفر. لو ما ادانيش صفر يبقى ايه؟ يبقى القراءه عندي دي هو اسمه خطأ صفر. يبقى احنا كده النهارده يا سنه اولى عملنا ايه؟ كده النهارده احنا راجعنا على ايه؟ برافو عليكم، على الميكرومتر وعلى كمان قوالب القياس، وعرفنا ازاي بنقدر نختار قوالب القياس من الجدول اللي موجود قدامنا وازاي بقدر اعمل المساله. وكده نكون خلصنا حلقات مراجعه اجهزه القياس، وان شاء الله نتقابل على خير في الترم الثاني. كل سنه وانتم طيبين يا سنه اولى، ويلا كده ذاكروا، وعايزه بقى درجات كويسه جدا في الامتحان. ان شاء الله نتقابل على خير، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.